مجنونة البرنس عباس نورة، المصريين يعني الجدعنة والأخلاق والطيبة وحب الغير، يعني عباس وهايدي وسعد ربنا يحميكوا. سلام للملاك سوقة. ميرسي نورة. محمد احنا في مصر بنعشقك بجد، انت شرفتنا انت ودينا وهايدي ومحمد سعد، ربنا معاك. وقول لمحمد سعد ما يزعلش من استاذ هادي شرارة. آية. ميرسي آية. شكرا يا آية. محمد عباس، قبل لا تقرأ التغريدة اشرب ماء، لأنك من كتر ما بترغي تعطش. خلك ماء مع شنطي وسلامي لعلوش. خليك مع شنطي وسلامي لعلوش. ميرسي لميات. ميرسي لميات. حاضر اشرب ماء أكيد طبعا. عباس بليز اترك إيهاب يتنفس كل الوقت قاعد معه بليز، عبالنا نشوفه بيتكلم ويهزر مع اصحابه. بهزر وقعد مع اصحاب الفقراء. يعبل عني شويه يعني. حاضر اكيد هسيبه طبعا. بيسو شانتال قالت لسهيل عباس مش بيحبك، يا ريت توضح الامور ومش تخلي حد يتكلم باسمك. ايه طبعا انا قلت لك هذا. لا يعني هي اكيد انا ما قلتش لحد يتكلم باسمي، انا بحب سهيله وبحب شانتال وبحب كل الناس زي بعض. بس اصلا شانتال ما قالتش الحكي ده اصلا. يعني فانا ما قلتش حد يتكلم، وما اعتقدش ان شانتال قالت ده، لاني ما اعتقدش ان في حاجه اصلا شانتال تتكلم فيها يعني. بما انه انت وايهاب ايه؟ خد يعني ايه خد؟ اخوات. بليز اعملوا عرس في الاكاديمي انت وشانتي وايهاب وساهو، راح يكون جو حلو كتير. ساو يا هاب لوفرز. حاضر. ثانك يو. نحبوك بتزاف يا بيسو في تونس. بليز دير بالك على حبيبنا نسيم وتزعله، وبما انك اعز اخ لساهو امانه صالحها مع هاب وغنولي. اولا هاب ما بينه ما فيش اي حاجه بينه وبين سهيله. ايوه وكده انا عمري ما ازعل نسيم طبعا، عشان نسيم حبيب قلبي يعني. ونغني انا وسهيله تمام. يلا نسيم غني. ما فيش خصام. قول كده يا سهيله. ايه في خصام؟ غنولي انا وانت مش عارفه سهيله و مش هغني. لسه بتغني معاك من شويه وعقيم. مش عارفه انت غني انت عليهم يعني. مش عارفه انت غني لمصر. ماشي يلا. اوكي. بلدنا نفلي دينا نعليها مدام عايشين، نعيش فيها سنين وسنين واحنا مطمنين. طب جربت تغني لها؟ جربت في عز ما تحلى تمشي في شوارعها وتشكي لها؟ مشيتش في ضواحيها ما كبرتش فيها ولا كسورة الرملة كانت عالشط في موانيها دور جوه بيسو ايه؟ بيسو يا برنس الاكاديمي، وراك جيش بيدعمك ومصر معاك اللقب، وسلم على المصريين وغني عرفت قيمتك وركز في حلمك وبس. ميرو. عرفت قيمتك؟ عرفت انت. سلام على المصريين. ميرو. حاضر ميرو. عندك اغنيه؟ عرفت قيمتك، حسيت بقلبك لما عني بعدت يوم، حد قبلك ولا حد بعدك خلى عيني ما تشوف النوم، يعني خلاص امنت اني ما اقدرش اعيش من غيرك يوم. عباسي احلى صوت، انا زعلانه منك، ليش ما بتطلع انت وساهو بره ترجع؟ ليه كل ما بتطلع انت وساهو بره ترجعوا متخاصمين وتزعلونا؟ خليتوها عقده لينا يا شيخ. لا احنا ما فيش اي حاجه بره، احنا يمكن بنرجع بس تعبانين فبتحسوا ان احنا زعلانين، لكن ما فيش اي حاجه خالص بيني وبينها وبتزعلين من حاجه والله. انا وصلت لفين؟ ايه؟ العسل سبع صفات، اصلي زي اخلاقك، ابيض زي قلبك، غالي زي قيمتك، نادر مثل وجودك، حلو زي بسمتك، يدوم زي محبتك. ميرسي يويا. ميرسي يويا. بيسو عايزينك خلاص تقفل الموضوع مع ساهو، البنت ما كانتش قصده تزعلك واحنا بنحبها، دي زعلانه منك لانك مش بتراضيها.
لا خالص انا على فكره بزعلان منها في حاجه ومتراضين بقالنا فتره ومفيش اي حاجه بيننا خالص والله. عباس يا روحنا يا راجل يا شهم انت كل حاجه لفانزك بليز حضر ايفال كويس وركز في دروسك انت وساه وسلم عليها وكفاياك زعل كفاياكم زعل مع بعض. حاضر من عينينا. ميرسي هبه. الصوت الاحساس الكاريزما الاخلاق الجدعانه الطيبه الرجوله كل الصفات تختصر في حاجه واحده بس بيسو ريان من الجزائر. ميرسي ريان الف الف شكر. ميرسي